سرت السيدة الصينية الأولى بونغ لي يون مدرسة يوحنا 23 للأبناء الصينيين يوم الاثنين في ليما عاصمة بيرو. رحبت عقيلة رئيس بيرو وعرض من طاقم المدرسة بالسيدة الصينية الأولى ولوح الحضور والطلاب بالأعلام الوطنية والصينية ترحيبا بالضيوف. وسلمت بينغ قائمة من الموارد المدرسة من الحكومة الصينية مشيرة إلى المدرسة بذلت مساهمات إيجابية في تعزيز الصداقة بين الصين وبيرو ونشر الثقافة الصينية أيضا، كما دعت لإجراء تبادلات طلابية مع الصين. وأضافت بينغ أن الصين سعيدة لتعزيز التعاون مع بيرو لبناء تعليم أساسي أفضل بين البلدين وبذل جهود مشتركة لتوارث الحضارة والمعرفة وتدريب جيل الشباب. وحضرت بينغ وسيدة البيرو الأولى عروضا أقامها الطلاب في قاعة المدرسة ومن ضمنها غناء جماعي وعرض لأزياء الأطفال من البلدين وعرض كونغ فو ورقصات تراثية وغيرها. هذا وأنشئت مدرسة يوحنا 23 لأبناء الصينيين عام 1962 وهي واحدة من المدارس التمثيلية في بيرو وأمريكا الجنوبية.